السلام عليكم صحبتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه هانين. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ويلقاكم ناشطه. تاع البنات صحباتي، كنشكر كل وحده على التعليق اللي كتبات ليا وعلى الفيديو اللي لقى الاعجاب بزاف ديال راندا. الناس وصلوا معايا في الواتساب بزاف، تبارك الله. عندي كليان زوين في الراندا، الله يسخر يا ربي والله يوفقنا باش نحاولوا نرضيو كلشي يا ربي. راه صعيب انك ترضي كلشي، ولكن كنحاول وكندير جهدي باش نرضيكم صحباتي. كنقول لكم ان شاء الله غدا الخميس باذن الله كاينين في وجده، تواصلوا معنا. والناس اللي خارجين من وجده تصيفط لي العبارات ديالها ونصيفطهم ليها، بحال هاد الجليبات اللي جبت لكم لوجده البنات. وعندي في المحل اللي بغات تزور المحل حتى هي مرحبا، راه كاينه فاطمه بالنسبه للبيع وبالنسبه انك تحطي شي حاجه او تخرجي البياس ديالك. المحل ديالي راه محلول، محلول دائما كنستقبله من 4 حتى 8. الناس اللي بعاد وبغات تجي في الصباح تعيط ليا او تعيط لفاطمه وتشوفها واش كاينه في الصباح، لان كتخرج تجيب السلعه، كتخرج كتخدم، كتروم. في حاله لا كانت كاينه تستقبلكم في الصباح البنات. حاول دائما تعيطوا على صحباتي. بالنسبه لهاد الجليبات كي قلت لكم، اللي بغات شي حاجه خارجه من كازا او بعيد عليها المحل او بعيده على وجده فين كاينه دابا انا، بامكانها انها تصيفط لي العبار ديالها ونصور لها اللون اللي في العبار ديالها ونصيفطها ليها. هادو عندنا فيهم الكميه اللي الحمد لله وافيه، تقريبا دابا عندنا شي 40 جلابه اللي كاينه في هاد التلوينه. كاين فيها لوينات زوينين، واللبسه ديالهم البنات راه خطير. انا البنات خديت منها جوج، خديت هاد اللون وخديت الغوز فيشيا، زوين هاد اللوين شفتوها. نعطيكم العبار ديال هاد الجلابه، راه البيع هادي 40 في الكتاف، 58 في الطول لكم، 31 في الصدر، 30 في الحزام، 34 في الحوض، والطول مترو 38. صحباتي هذه فيها 31 وانا كنلبس غير 30 وجاتني مزيانه، شفتوا؟ يعني ما تخافوش من الكريب، هذا الكريب ديالو نازل وما كيجمدش، يعني الماركه ديالو زوينه وكاين فيه الدوزيام. انا خدمت لكم في البروميان البنات، البروميان ديالو كيدير 200 درهم. شوفوها البنات، شوفوا ملي كتقفضي بحال هكا البرشمان كيفاش كتبقى لك 3/4 وكيبقى يبان لك البرشمان. هذه البنات خدمتها كامله باليد. نخدم الكلي ماركت الصهد. شوفوا البنات، هذه خدمتها بالبرشمان بحال هكا باش كتكون ملي كتقفضي يدك صيفيه كتجيك زوينه، شفتوها؟ كتجي غزاله. هذه كامله واقفه باليد البنات، خدمتها روميه عمليه كلها، شفتوها؟ واللي بغات الشال ديالها كيدير 130 درهم، واللي هو ما مزوقش كيدير 100 درهم البنات. عندي الكريب اللي هو سامبل، يلا غتوصلني الكوليه ديالهم. الكريب سامبل لون واحد كيدير 100 درهم. هادو الكريب البنات ماشي كريب، يعني البروميه ديال لي شال ما كيزمطش وما كيتكملش البنات وما كيزلقش لك في الشعر. شوف هاد التلوينه ديالو كي دايره شي جلابه في لون واحد بحال هكا، واو فنه فنه. هاد اللوين خطيره البنات، عقلوا عليه. دابا انا كنكون في حاجه كنولي في حاجه اخرى ولكن معليش غنخليها، بعدا كنبغي باش نوريكم كلشي يا البنات. شوفوا هادي نفس اللون ديال الجلابه ديالي، شفتوها؟ نفس اللون، اختلاف في العبارات. هذه عقلوا عليها البنات، هذه غندولها الرقم واحد، رقم فاطمه رقم واحد. هذه اللي لابسه انا غندولها الرقم واحد اللي بغاتها ياك، وهذه الرقم جوج، عقلوا عليها. هذه الرقم جوج، غنعطيكم العبارات ديالها. 40 في الكتاف، 60 في الطول لكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول مترو 40. البنات هادو كانوا ب 750 درهم، دابا غندير لهم 700 درهم صافي. عقل كتشوفي خليها 700 درهم البنات، 700 درهم والله الا عرفتي غزالين، باش نتوما تستافدوا نتوما. الناس اللي خارجين من كازا يستافدوا، واللي في المحل يستافد، والناس ديال وجده حتى هي تستافد بهم. هاي البنات خليناهم ب 700 درهم، الناس اللي خداهم عندنا ب 750 غيتقلقوا ولكن نعوضوها لهم في حاجه اخرى ان شاء الله باذن الله. هادو البنات ب 700 درهم رقم جوج اختي. نعطيكم هاد اللوين اللي ماكل غوص فيشيا، شوفوا هاد الخضيضه راه البنات راه فنه البنات، واحد الخضيضه غزال شفتو، بحال اللون ديال العسكري. ما اش غنوصف لكم واحد اللون فني، بحال اللون ديال القوقه البنات، القوقه هذاك القوق نيت اللي كيكون الخضوريه ديالو قبل ما يكرم البنات، شفتو؟ وهذا الصفيفر غزال، اللوين ديالو صفر بناني، والارضيه ديالو ديما كتكون باش الشمس. خدمتها بهذاك المخضر وزوقتها بالباش الشمس، هذه بلا عقيده البنات شفتوها. اللوين ديالو حتى هو زوين، حتى هو عجبني هذا اللون بزاف، هذا المخضر، ولكن كثرت خديت جوج لوينات بركه عليا، جوج فتيحات في الجناب. نعطيكم العبارات ديالها. 40 في الكتاف، 59 في الطول لكم، 29 في الصدر،
28 في الحزام، 31 في الحوض، والطول متر وربعين. 29 تلبسها مولا 28 تجيها مزيانه، لان كي قلت لكم الثوب نازل ما كيبانش فيه هذيك التخنديشه. بيع ديالها مكتوب انا 750، هي خليها ب 700 درهم. انا قلت لفاطمه اللي جات للمحل تاخذها حتى هي ب 700 درهم. غنعطيكم لون واحد اخر في الخرج فيها البنات، هذا خرج فيه، الاخر كان مخضر شويه، وهذا لوين خرج فيه. كنقرب لكم بجوج باش تبان لكم الفرق بيناتهم، شفتوها؟ هذا خرج فيه، شفتوا كاين لون واحد اخر عاوتاني حتى هو خرج فيه ودخل فيه الخضيضر والخرج فيه والموطاغت، شفتوا كاين الفرق؟ غادي نعطيها لكم حتى نوريها لكم. شوفوا هذا اللون فنين، هو حتى هو مهدن وفاتح، خدمته بالعقيدات جوج الوان، عقيدات رقيقين البنات ديال البرشمان بلديين رقيقين بزاف. المرمه كتكون من الداخل، المرمه خدمتها اللون في اللون، شفتوها؟ افتتاحات في الجناب، كلهم هادو البنات فيهم افتتاحي في الجناب. اللي بغات ماشي بغاتها كلوش بلا فتحه او بغاتها فتحه لقدام، دوموندي عليها في اللون اللي بغات وفي العبارات اللي بغات، ولا كل كوموند ما غيكونش نفس الثمن، غيكون زايد شويه، غير الكوموند كيطلع لك ب 800 درهم اختي. نعطيكم العبار ديالها، 42 في الكتاف، 59 في طولكم، 29 في الصدر، 28 في الحزام، 31 في الحوض، والطول متر و 38. الطول راكم عارفينو كيتنقص اختي وكيتزاد حبيبتي. شوفوا راه كاين الاختلاف اللي طايغ، دابا اللي تعبروا دابا تقريبا عبر واحد دوز، حاولي تعطيني اكثر من 29، هادي دوز دابا جوج 29، باش قال لي اللي عندهم اللي طايحه ولا استافده مخلطين. المهم بالنسبه اللي بغات العبار ديالها غدوز عندي انا الواتساب، ولا دوز عند فاطمه، دابا انا كاينه في وجده، حاول دوز عند فاطمه، تعاوني فاطمه بالنسبه للعبارات ديالكم، صيفطوهم لها غتصور لكم اللون اللي كان في العبار ديالكم. شوفوا هاد ديال البنات اللوين ديالها حتى هو غزال، القب ديالها انتم شفتوه كيفاش مفصل، فينيسيون ما تذكروش عليها البنات، البرشمان بالرقيق غزال، خديمه نقيه البنات. شوفوا يعني درتهم عمليين، ماشي كمام ديالهم جرجرين ولا حدو في قدو، شتي عمليين، تخدمي بيهم تسخري بيهم تخرجي بيهم، فهمتي؟ حتى انك خرجه خفيفه بحال هكا عند العائله، فهمتي؟ حتى هي زوينه انيقه، خدين جليليبه غزاله وخفيفه ومخدومه باليد، يعني راه انيقه البنات. العبار ديال هذه 39 في الكتاف، 58 في طولكم، 28 في الصدر، 27 في الحزام، 30 في الحوض، والطول متر 38. البنات هذه 28 تلبسها مولات 27 حتى هي، فهمتي؟ باش هكا تكون الكريم ما تخافوش منه ديك سنتيم اللي كيكون زايد. وبالنسبه اللي كيقولوا لي مثلا لا راه ما جاتنيش في طولكم، راه فيها 58 وانا كنلبس 57 سنتيم اختي، ما قليل بزاف يعني، اللي كانت كتجيك هنا وجلابه جاتك غير سنتيم قد هكا راه مزيانه، يا خايب في الكم لا كانت طويله ب 3 سنتيم، هو اللي كيبان الفرق، اما سنتيم سنتيم ونص جوج ما كيبانش الفرق اختي. انا كنلبس مره 59، مره 60، مره 61، يعني على حسب الجلابه اللي كتعجبني في الطالع كنلبسها. وبالنسبه اللي كيقول لك لا راه كلشي المحل ديالك لبسي اللي بغيتي، لا انا ربي شاهد عليا على الكلمه كنقول لكم، يعني كي قلت لكم انا اللون خديت جوج كافيني، كيقول لك كلشي ديالك لبسي اللون اللي بغيتي، لا انا الجلابه اللي خديتها ليا ولبستها ما كنبيعهاش للكليانه، ماشي انا لابساها ومصبنه ونبيعها، ما كنبيعهاش، يعني البياس ديالي كيتعطى باش تعرفوا انني ما كنلبش، يعني ما كناخذش حاجه تمشي ديالي نهزها للراه ديالي ديال المحل، ولكن اللي بغيت نفهم لكم انني نلبسها ونصبنها ونحطها تباع، ما كاينش جات البيع ديال البيع ديالي البنات. هذه حتى هي كتبقى ب 700 درهم، كلشي دوزته ب 700، واخا ما نقولش لكم الثمن راه ب 700. هذه قلت العبارات ديالها ياك البنات، هذه رقميها الرقم حتى هي واحد. هلو اللي خديت انا البنات في الغوز، حيت انا عزيز عليا الغوز بزاف، كنلبس الغوز كنلبس الغوز بزاف البنات، شفتوا الغوز والكحل، لاحظوا البنات راه كنلبس الغوز بزاف في الجلالب ديالي، والكحل كيعجبني، الغوز الفصيله ديالو كامله، الغوز فاتح، الغوز غامق، غوز فيشيا، هادو كلهم كنلبسهم، والكحل بزاف عزيز عليا. شفتوا هذه خدمناها بالغوز فيشيا باش كاينه تما، زوقناها بالباج الارضيه ديال الثوب. ها هي هاد السلكه البنات، شوفوا راه مي شف ضفري، سمعتوها؟ سمعتوا؟ وما كيتنسلش لكم الصم باش تعرفوا بان البروميان البنات. الكرب ديالها كلهم نفس الخدمه، نفس المرمى لداخل في الكم، انا خليتها عمدا، لان قال لي واش نديرها على برا، قلت لي لا خليها لداخل باش لي قفطات ايديها بحال هكا راه كتجي مزيانه، ومطلوقه راه كتجي مزيانه. دي باتها 3 كا طردها 3 كا، شفتوها لكم كيجي مطلق بحال هكا، كيجي فيني
بنعطيكم العبار ديالها. العبار ديالها 41 في الكتاف، 61 في طول الكم، 30 في الصدر، 29 في الحزام، 32 في الحوض، والطول 140. الطول اختي نقصي كي بغيتي وزيدي فيه كي بغيتي. الثمن ديالو كيبقى ب 700 درهم، راه مكتوبين 750 ولكن لا جيتو قولوا لها ب 700 درهم باش دارتها وهي راه كتسمع فيا نيت. غنعطيكم المرتديل. عرفتي هادو راه تباعو من يلا تحطوا الفيديو، هاد المزرق وهذا تبارك الله الفيديو الاول كله تباع البنات، ولكن راه التوب ديالو خطير. اللي وصلتها بالكولي كتقول يلا يعطيك الصحه تويب زوين. هذه طايات كبار، هذه شويه كبيره البنات، مرتديله فيها واحد السومو خطير. شفتوه هاد اللوين خطير، مع السومو غزال غزال بحال المشماشي، ومرتديله غامقه، والارضيه ديال التوب فيها تشبيكات في الكتاف. العبارات ديالها 46 في الكتاف، 60 في طول الكم، 33.5 في الصدر، 32.5 في الحزام، 35 في الحوض، والطول متر و 41. هذه طايه كبيره، هذه البنات كتبقى حتى هي ب 700 درهم، واخا راه هزات 3 متر ديال الثوب غنخليو كلشي ب 700. غنعطيكم الموف البنات، شوفوا هذا الموف شحال جا زوين، وانا اللي هزيته غنقول لكم زوين. هذه الارضيه ديالو بنوكاسي شمش البنات، الارضيه ديالو فاتحه، مخدوم بالموف الترابي والموف فاتح اللي جاي الغوز، كاين شويه الباج هنا ترابي شفتوه بلا عقيدات، هي كامله بانت لي طايه كبيره. طايه كبار 43 في الكتاف، 58 في طول الكم، 34 في الصدر، 33 في الحزام، 35 في الحوض، والطول مترو 38. هادو بنات لي طاي كبار كيهزو 3 متر، ولكن غنخليها كاتبه 800، المهم غنخليها ب 700 درهم صافي البنات، حيت هزات 3 متر ديال الثوب، غنخليها حتى هي ب 700. عطيني هادي ندوزها صافي، صليت الالوان كامله، بقى لي هاد اللون، غندوز لكم لون واحد اللي بقى البنات ما شفتوش، ما تبقى راه كلهم عندي فيه الدوبل ديال العبارات. شفتوا هاد اللوين حتى هو فيه الغوز وفيه المزرق، دابا هذا اللي لابسه انا فيه المزرق والبيستاج، هذا المزرق والغوز البنات شفتوا حتى هو كيجي زوين اللوينه ديالو، وفيه شويه الكري هنايا فاتح، ها هو القب ديالها، الشبيكات في الكتاف، الشبيكات في الهبطه هنا، عقيدات، المهم الجلابه كلها واقفه باليد البنات. غنعطيكم العبارات ديالها، العبار 54 لا 45 في الكتاف، 58 في طول الكم، 32 في الصدر، 31 في الحزام، 35 في الحوض، والطول متر و 34. حتى هي ب 700 درهم البنات، هاكا صحيت هادو اللي درتيهم كلهم رقبيهم في شي كربو باش تعرفيهم اللي دازو في الفيديو باش تستافديهم الناس اللي بغاهم. البنات شكرا بزاف صحباتي، الناس ديال وجده زورونا، علموا صحاباتكم بان حنا كاينين في وجده، مرحبا بكم. في الصباح فاش كنحطوا في المعرض يعني كنبداو خدامين تقريبا من 10 حتى 9 الليل، ياك البنات كنخدموا لقيته كامله، مرحبا بكم. غيبدا المعرض من الخميس في الصباح، ما غيسالي حتى الحد ان شاء الله باذن الله، الحد غادي يسالي، الاثنين ان شاء الله غنشدوا الطريق رجعوا لكازا، الثلاث نكون في المحل ان شاء الله، لا بغى الله يا ربي يسر كلشي. بالنسبه اللي بغى تزورني المحل مرحبا بكم، كاينه فاطمه كتشد العبار كتشد الكوموند، عارفه الاثمنه كنستقبلوا من 4 ل 8، اللي بغات تخرج البياس ديالها دوز عندها تعيط لها، كانوا موجودين دوز تاخذهم من 4 ل 8. الناس اللي كيبغوا في الصباح خارجين من كازا او بعاد على المحل بامكانها تعيط ليها وتشوفها واش كاينه عاد تجي لعندها، باش هكا ما يكونش انها ما كايناش تضرب الطريق وتجي للمحل وما تلقاهاش كاينه، ما كاينش اللي يخدم معاها، يكونوا غداري خدامين ما كاينش اللي يخدم معاها اختي. بالنسبه لشنو اخر يا ربي، يعني واش باقا كنشدوا الكوموند العيد؟ لا اختي ما بقيناش كنشدوا الكوموند ديال العيد، اللي بغى ان شاء الله ورا العيد يمثل عندو خدامين، يعني في شهر 7 الوسط ديال شهر 7 ان شاء الله غنبداو خدامين، لا بغى راكم عارفين ورا العيد كنشدوا 20 يوم على حسب 20 يوم شهر على حسب المعلميه امتى غيجيو عندنا، هما اللي غنبغي نحل ورا العيد غنعلمكم طبيعة الحال في الفيديو نقول لكم حنا بدينا خدامين. والسلام عليكم، ما تنسيش الدعوات ديالكم، ما تنسونيش بالكومونتير ديالكم، الله يحفظكم ويخليكم ليا، ما كرهتش هذاك الصبيح باش هكا الفيديو كيتشاف اكثر وكيطلع اكثر البنات. والسلام عليكم، فيديو واحد اخر.